تقدر تغير بيها وتقدر تشتغل بيها في المباراه. تمام. بس خليني بس اقول نقطه مهمه قبل بس ما تقول نقطه مهمه. انا بس عايز الجمهور يقول او حسنا تصويت حضراتكم على صفحتنا على صفحه قناه النادي الاهلي بعد نهايه المباراه، من هو رجل المباراه من وجهه نظر حضراتكم؟ ابعتوا لنا وانا هقرا كل التعليقات اللي حضراتكم بعتوها. دي اول حاجه. تاني حاجه بس لازم حاجه اقولها. قول كل اللي انت عايزه. قول كل اللي انت عايزه عشان ده حاجه مهمه. قول اللي انت عايزه وهتبسط الناس. يا حد جديد جاي ولا لا؟ لا لسه دي بعدين، مش هنقدر نقولها دلوقتي. اثناء مباراه النادي الاهلي ونادي بيتا كلاب كان هناك مباراه اخرى في كره الماء. النادي الاهلي اقول لك النتيجه. نعم اقول لك النتيجه. قول النتيجه من غير ما اعرف. 6-1. برافو عليك برافو عليك. فبرضه يعني انا اسف ان انا بقولها كده. انا اسف ان انا بقاطعك. تستحق ولا ما تستحقش؟ انا اسف ان انا بقاطعك يا بلال، معلش. فاز النادي الاهلي على نادي الزمالك بسته اهداف مقابل هدف وحيد في كره الماء. هذه المباراه كانت بتقام اثناء مباراه الاهلي وبيتا كلاب. طبعا اي حاجه تخص النادي الاهلي في اي لعبه وجات لنا بنقولها على طول، وبعدين برضو بنفكر الناس بحاجات حلوه. النادي الاهلي كسب 6-1. دي كانت في الكوره قبل كده. و6-1 طبعا كانت في الكوره قبل كده. ونادي النهارده الاهلي في كره القدم فاز على فيتا بثنائيه مقابل لا شيء. اتفضل يا كابتن بلال.